نبتدي بقى سريعا فقرتنا الخدميه اللي بنبتديها دايما مع حضراتكم بحاله الجو. بيان هيئه الارصاد الجويه بيقول لنا ان اليوم طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء جنوب الصعيد، لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان هيشهد شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه القريبه من المسطحات المائيه على بعض المناطق. كمان بنشهد فرص لامطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على بعض المناطق المتفرقه وفترات متقطعه على القاهره الكبرى، وفرص امطار خفيفه لمتوسطه تكون رعديه احيانا على الوجه البحري. امطار خفيفه الى متوسطه تكون رعديه احيانا على السواحل الشماليه وسط سيناء ومدن القناه، وامطار خفيفه قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. طبعا حضراتكم شايفين دلوقتي بدأنا إلى حد بعيد نشعر ببرودة في الجو، الشتاء خلاص يعني بدأ إلى حد كبير إن احنا نشعر بيه، وكمان حالة الطقس شايفين أمطار منتشرة، ويمكن امبارح كان في تعطل للدراسة في الإسكندرية مرسى مطروح، النهاردة في محافظة شمال سيناء، وأصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرار بتعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة، وده طبعا نظرا لسوء الأحوال الجوية لسه ممتدة وهطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق المحافظة. فشايفين أن في تأثرات في العديد من المحافظات، وطبعا النوة في اسكندرية برضو امبارح كان في أمطار غزيرة، في القاهرة كان في برضو أمطار في بعض المناطق. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من آية. إليك آية. شكرا يا أسماء. الجو بالفعل بدأ انخفاضات درجات الحرارة ملحوظة على مدار ساعات اليوم، امبارح كان في كمان رياح محملة بالرمال والأتربة، كنا على مدار الأسابيع اللي فاتت الجو بيشهد انخفاضات بالذات في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى، بينما من امبارح جو كان متقلب على مدار ساعات اليوم، كان في برودة في الجو حتى في ساعات النهار، فده هيخلينا نتابع بشكل أكتر حالة الجو بشكل يومي، درجات الحرارة أخبارها إيه. طبعا الناس اللي بتحتاج تنزل بدري الصبح، الأطفال اللي رايحين المدارس مهم جدا أهليهم وأمهاتهم يتابعوا حالة الجو عشان نعرف هنلبس ولادنا إيه، لبس خريفي طلع الشتوي بقى نتقل جدا ولا الأجواء أخبارها إيه. خلونا نتابع مع حضراتكم في البيان ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والقاهرة النهاردة بتسجل درجات حرارة معقولة يعني معتدلة بتوصل إلى 24 درجة العظمى، أجواء باردة نوعا ما لكنها بتظل دافئة في ساعات النهار أثناء سطوع أشعة الشمس، درجات الحرارة 24 ما بتكونش برد أبدا، لكن بالليل بتوصل 19 ومع غياب أشعة الشمس بنبتدي نشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة والبرودة أكتر، وده هنحس بيه يعني شيئا فشيئا قبل استقبال فصل الشتاء بشكل رسمي. باقي محافظات الوجه البحري وزي ما واضح أمام حضراتكم في البيان عن 18 درجة هتكون الصغرى و17 بتوصل ل 13 في السلوم، بينما العظمى هتكون ما بين ال 22 وال 24 في مدن القناة، وكمان السويس توصل فيها ل 25 النهارده. نشوف بقى شرم الشيخ والغردقة والمدن المطلة على سواحل البحر الأحمر، النهارده بتسجل 27 درجة وفرق 7 درجات ما بين العظمى والصغرى، بينما في العريش الصغرى هتوصل ل 15 ورفح هتوصل ل 16، العظمى كمان في رفح هتكون 21، أجواء بتميل إلى البرودة أكتر منها إلى الحرارة لكنها تتسم بالدفء في كل الأحوال، وده جو مصر، جو مصر المعتدل واللي بيكون دافئ شتاءً، وده بيجذب كتير من السياح حوالين العالم إن هم ييجوا يقضوا فصل الشتاء عندنا، خاصة مع أزمة الطاقة والوقود اللي بتواجه أوروبا هذا الشتاء، كانت موجودة الشتاء اللي فات والسنة دي أو الشتاء ده هتكون أعنف على أوروبا، فبالتالي مصر هتكون خيار مناسب جدا ليهم إن هم ييجوا يستمتعوا بثلاث أربع شهور الشتاء عندنا في مصر، جو دافئ جدا جدا ومناسب لكل الأنشطة اليومية سواء الصباحية أو المسائية. كمل مع حضراتكم متابعة البيان. سانت كاترين النهاردة 7 درجات، سانت كاترين يعني أظن في الأيام القادمة ومع دخول الشتاء هتقترب من لحظات سقوط الأمطار والثلوج اللي دايما بنعتاد سانت كاترين بيها، دايما في الشتاء بالذات سانت كاترين بتشهد تساقط للثلوج أيام كتيرة جدا، فبالتالي درجات الحرارة فيها بتكون منخفضة إلى هذا الحد. الصعيد بقى النهاردة 26 25 المنيا 24 بني سويف والفيوم كمان، والصغرى بتوصل ل 14
في بعض مدن الصعيد ومحافظات الصعيد. الأقصر وأسوان النهارده بتسجل 25 و26 وكمان الوادي الجديد، بينما شلاتين النهارده هي بتسجل أعلى معدلات في درجات الحرارة عن 29 درجة، دي العظمى في شلاتين في أقصى جنوب مصر. خلونا نطمن أكتر على درجات الحرارة وبالذات مناطق سقوط الأمطار، هل في شبورة مؤثرة على حركة الطرق النهاردة وانعدام الرؤية على الطرق ولا؟ خلونا نطمن على كل هذه التفاصيل مع ضيفتي المشرفاني على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك أستاذة آية، وأهلا بكل السادة المشاهدين، صباح الخير على حضرتك. صباح النور. ترجمة هذا البيان ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على أرض الواقع بيكون شكله عامل إزاي؟ هل في سقوط للأمطار؟ شدتها هتكون عاملة إزاي؟ هل في شبورة هتأثر على الطرق ولا لا؟ تفضل. احنا طبعا بدانا نشهد اجواء اشبه بالاجواء الشتويه، يمكن امس كان ذروه التقلبات الجويه وذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، امطار متفاوته الشده على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، نشاط للرياح كان مثير للرمال والاتربه وادى كمان لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، وطبعا انخفاض قيم درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل. متوقع اليوم استمرار التقلبات الجويه لكن بشده اقل من امس، لان الامس كان الذروه، اليوم مستمر معانا تساقط الامطار المتفاوت الشده من محافظه للثانيه لكن كمياته اقل من امس، لان المنخفض الجوي اللي بيأثر علينا بدا يتجه باتجاه المناطق الشرقيه وبدا يتجه باتجاه كمان بلاد الشام، فالتاثير للامطار الاكثر هيكون على بلاد الشام وسواحلنا الشماليه الشرقيه. فمتوقع اليوم امطار ما بين المتوسطه ممكن تزيد شدتها وتصبح غزيره. غزه النهارده هتشهد امطار برضو يا دكتور على حد وصفك؟ هتشهد طبعا امطار، كمان امطار غزيره ورعديه على غزه وفلسطين ككل وكمان لبنان وسوريا، المناطق دي كلها عندها امطار غزيره اليوم، وكمان من امس كان في امطار. الامطار في جمهوريه مصر العربيه المنطقه الشرقيه هي اللي تبقى امطار شدتها اعلى، يعني امطار ما بين المتوسطه ممكن تكون غزيره في بعض الاماكن من دمياط بورسعيد رفح العريش، ممكن كمان بعض الطبيعه الجغرافيه في شمال وسط سيناء تؤدي لتشكل بعض السيول الخفيفه، المناطق الغربيه كميات الامطار فيها اقل من امس، فهتكون امطار خفيفه لمتوسطه على محافظه مطروح، امطار ما بين الخفيفه ايضا لمتوسطه على بعض المناطق من الاسكندريه شمال الوجه البحري، تمتد الامطار للمناطق الداخليه بكميات اقل، امطار خفيفه متوسطه ايضا، وبتصل القاهره امطار خفيفه على الصعيد. بقى كده معناه مفيش امطار؟ مفيش اي امطار على شمال الصعيد، يعني الحمد لله امطارها هتنحصر عند القاهره الكبرى، وامطار القاهره الكبرى كمان امطار خفيفه على فترات متقطعه. طيب. ومش هتأثر. امبارح كان في اضطراب في الملاحه البحريه، النهارده ارتفاعات الموجه هتوصل لقد ايه في البحرين الابيض والاحمر؟ هو اليوم طبعا نشاط الرياح هيكون اقل من امس، لكن مستمر معانا اضطراب الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط، سرعات الرياح هتوصل ل 60 كيلو متر على الساعه، وارتفاع امواج على البحر المتوسط ما بين 3 الى 4 متر، ويعتبر البحر المتوسط غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، كمان البحر الاحمر هيكون معتدل لمضطرب، ارتفاع امواج ما بين 2 الى 3 متر، نخلي بالنا من التعمق بشكل كبير داخل البحر الاحمر، لانه ايضا داخل البحر الاحمر في اضطراب وغير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالنسبه لدرجات الحراره بدانا نحس طبعا بانخفاض درجات الحراره، ده مكمل معانا اليوم وخلال الايام القادمه ان شاء الله، وخاصه في فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، فعشان كده احنا هننصح كل المواطنين لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس خلال الفتره اللي جايه، تكون ملابس خريفيه شتويه خفيفه، يعني مش الملابس الشتويه الثقيله، ان لسه بيصرنا على كل واحد حسب شعوره ببروده الجو، في ناس بتبرد جدا ممكن تبتدي تشتي. على كل حال بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه على كل هذه التفاصيل.